يسمونه صفصاف، باب النجار مخلع. صنم يعني احنا نيتنا ان نروح نعبده، الاخشاء فيها روح. حسن عبد الله، وعرفوني باسم حسن عطية. قضيت حياتي ويا الأخشاب. طبعا هاي الشيء معروف، باب النجار مخلع. حب الخيل العربي خذاه لمرحلة الإلهام، ما يحتاج فيه لرسم أو صورة أو حتى مقاسات. يتخيل حسن شكل الخيل العربي وعلى طول ينحت. حاولت أبدع فيها لأنها هي من فنون الصعبة وأنا أحب التحديات. عملية الإنجاز المنحوتة قاعدة بسيطة، تأمل بسيط، رسمة خيالية من راسها. وقت التنفيذ الأبعاد اللي أنت تصورتها تطلع وتجي في إيدك وتروح تسويها. نجار خمسيني، جرب أنواع فنية مختلفة، الخط العربي، نحت الوجوه، الرسم، إلى أن وجد شغفه في نحت الخيل، بنصيحة صديقة علي رستم. بخصوص التكلفة في هاي الأعمال مفتوحة بعض الأوقات، أن أنت تفضل أن تشتري جهاز أو أداة حق هذا العمل ولا تروح تشتري حق تاكر. الأخشاب فيها روح، العروق ماله والحركات ماله تكمل المنحوتة نفسها. أنت اليوم إذا صبغت الخشب يعني قتلت الروح اللي فيه، أن الخشب يتنفس. تتراوح أسعار المنحوتات الخشبية من 600 إلى 1000 دينار بحريني حسب طبيعة الخشب وحركة وحجم الحصان. الفنان يحتاج إلى مكان وارد، إنارة زينة، هدوء، علشان يقدر يتواصل ويا العمل اللي قاعد يقوم فيه، ولا يحتاج كوفي ولا يحتاج ريلاكس. الحمد لله رب العالمين، أنا أقدر أشتغل بروحي وأقدر أشتغل قدام الجمهور. بخصوص العادات والتقاليد، لو نجي نطالع أن هذا الشيء فن أو علم، فإحنا إذا نظرنا إليه كصنم يعني إحنا نيتنا أن نروح نعبده. مثلا أنا وش أتعامل ويا هاي المنحوتة، هذه مشكلتي أنا. تعلمت من هاي الحرفة الهدوء، التركيز، بعد عن الناس، متعة. يعني هذه الحرفة شيء خيال. يمتلك حسن رخصة لتدريب النحت ودرب العديد من المهتمين في المجال، ويطمح لتأسيس مدرسة للنحت على الخشب. الحياة إثبات وجود، أنت اليوم إذا ما أثبت وجود بكرة تروح تنمحي باكر، أن أنت ما يصير لك تاريخ حتى لو تاريخ بسيط. فالإنسان عليه مسؤوليات في الدنيا يجب أن يعني يطبقها.